يقول السائل: ما هو حكم استعمال الأدوية التي تمنع إنبات الشعر الغير المرغوب فيه نهائيا كشعر الإبط والعانة؟ ما يصلح هذا، هذا ما يصلح، لأن هذا فيه ضرر على الجسم. ونبات الشعر في الأبط ونبات الشعر في العانة هذا مصلحة للجسم، لكن لا تتركه يطول، لا تترك شعر الآباط يطول ولا تترك العانة تطول، بل تأخذ هذا كل أسبوع، هذا أحسن. وإلا فلا تزد على 40 يوم، تتركه أكثر من 40 يوم، لأن هذا من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء ومن النظافة. أما أنك تقضي عليه ولا يخرج، هذا ليس فيه مصلحة للجسم، هذا فيه ضرر. نعم.